هلا بيبي شخبارك قولي صار ما صار طمنيني عنك والله الحمد لله وليدي انا بخير ها هل قاعده أشفر التلفزيون اقول لك انا طاخه بعقلي اريد اكافئك لو اجيب لك هديه لو اشوف شو اسوي لك انت تريدي تسلم وليدي ما اريد منك شي شنو رايك لو اوديك للحج؟ لو شنو رايك اشوف لك هيك فد عريس والله وليدي روحت الحج خليها بعدين الكعبة ما طايرة بس العريس احتمال كبير مو بس ايش لا؟